السلام عليكم، انا عمر غباشي. وانا رنين ماهر. وانا نورة شاذ. اهلا بكم في الحلقه الرابعه من سلسله فيديوهات اعرف السي بي دي. في حلقتنا النهارده هنتعرف على مجمع المرافق المركزيه سي يو سي في مشروع منطقه اعمال المركزيه سي بي دي في العاصمه الاداريه الجديده لمصر. مشروع سي بي دي هو مجمع بنائي متكامل بيضم 20 برج، من بينهم البرج الأيقوني أطول برج في إفريقيا، كمان بيضم تاني أكبر مجمع مرافق أو سي يو سي في مصر كلها، واللي بتبلغ مساحة البناء الإجمالية لي 26,000 متر مربع، في حين إن إجمالي مساحة الأرض المخصصة لي 40,500 متر مربع. السي يو سي بيشتمل على غرف معدات التبريد، خزان مياه حراري، مولدات الطوارئ، وغرف غسيل الملابس اللي بتخدم على الفنادق، وخزانات مية الترطيب والري، وغيرها من المرافق التانية. السي يو سي هو قلب المشروع، وده لأنه مبنى متعدد الوظائف بيمد العشرين برج في المشروع بالطاقة الكهربائية في حالة الطوارئ، ومية التبريد والاستخدام اليومي وإطفاء الحريق والري. تعالوا معانا نستكشف السي يو سي سوا. أول حاجة معانا النهاردة هي غرف معدات التبريد، واللي بتنقسم لقاعة معدات التبريد وأبراج أنظمة التبريد على السطح، ده غير غرف الكهرباء وغرف مكاتب الإدارية بمساحة بناء إجمالية 15,400 متر مربع. احنا دلوقتي موجودين في قاعة معدات التبريد، والمعدات الرئيسية فيها بتشتمل على معدات تبريد المياه ومضخات مياه تكييف. مجموعة تبريد المياه هي منبع المياه الباردة لجميع المكيفات لجميع الأبراج داخل المشروع. المرحلة الأولى من العملية الهندسية بتشتمل على 12 معدة، المعدة الواحدة منهم وزنها بيوصل لحد 45 طن بإجمالي قوة تبريد 30,000 طن تبريد. الأنظمة الموجودة هنا بتشغل أعداد معينة من معدات تبريد المياه على حسب الفرق في درجات الحرارة بين المياه اللي بيتم إدخالها للأبراج واللي راجع منها، عشان يوصل المياه لدرجات الحرارة المطلوبة لتكييفات الأبراج، وده بيساعد في تنفيذ متطلبات حماية البيئة الخضراء، وكمان بيجسد مفهوم توفير الطاقة خلال مرحلة الأعمال الإنشائية في المشروع. وإجمالي عدد مضخات مياه التكييف 23 مضخة، ودول بيمثلوا القوة الدافعة لدورة أنظمة مياه التبريد داخل المشروع. ودلوقتي تعالوا نستكشف سطح المبنى مع بعض. في المرحلة الأولى من الأعمال الهندسية عندنا 6 معدات أنظمة أبراج التبريد، واللي وظيفتها الأساسية تبريد معدات تبريد المياه والحفاظ عليها وحمايتها أثناء التشغيل. ودلوقتي وصلنا لغرفة المعدات الكهربائية، واللي بتشتمل على لوحات توزيع الجهد المتوسط والمحولات، ولوحات توزيع الجهد المنخفض الرئيسية. لوحات توزيع الجهد المتوسط بتوفر الطاقة الكهربائية للسي يو سي، واللي بتخفض الضغط عن طريق المحولات، وترجع توزع الطاقة الكهربائية على المعدات المختلفة باستخدام لوحات الجهد المنخفض الرئيسية، واللي بيضمن سلامة عملية التشغيل للسي يو سي. وجنب غرفة التبريد هنلاقي خزان التبريد، واللي بعد انتهاء الأعمال الإنشائية فيه هيوصل لارتفاعه لحد 25 متر، ودوره الأساسي هو توفير الطاقة الكهربائية عن طريق إنه بيخزن المياه الباردة في أوقات انخفاض الاستهلاك، ولما بنحتاج لمياه باردة في وقت الذروة بيضخ المياه اللي خزنها للأبراج من خلال المضخات، وبالتالي بيقلل من وقت تشغيل أنظمة التبريد، وبالتالي بيساعد على توفير الطاقة الكهربائية. ودلوقتي وصلنا لغرفة مولدات كهرباء الطوارئ، واللي بتمد الأبراج بالكهرباء في حالات الطوارئ، وعددهم 17 مولد، 16 منهم بتخدم العشرين برج اللي موجودين في المشروع بإجمالي طاقة 40 ميجا وات، وواحد بيخدم السي يو سي نفسه. وأخيرا وصلنا لغرف مضخات مياه الاستخدام اليومي ومياه ترطيب المعدات، واللي بيكونوا موجودين تحت سطح الأرض. غرفة مضخات مياه الاستخدام اليومي بتشتمل على 5 مضخات مياه للاستخدام اليومي، ده غير 3 مضخات لمياه الري ومضختين لإطفاء الحريق. مضخات مياه الاستخدام اليومي بتخدم جميع الأبراج والأعمال البلدية اللي جوه المشروع، وبتوفر لهم مياه الاستخدام اليومي ومياه إطفاء الحريق. أما بالنسبة لمضخات مياه الري فدي اللي بتوفر مياه الري لجميع المناطق الخضراء اللي جوه المشروع، وبالنسبة لمضخات مياه إطفاء الحريق فدي اللي بتوفر مياه إطفاء الحريق للسي يو سي نفسه. وأما بالنسبة لغرفة مضخات مياه ترطيب المعدات فهي بتشتمل على 3 مضخات، واللي بتستخدم في ترطيب أبراج التبريد. السي يو سي أو مجمع المرافق الخاص بمشروع السي بي دي في زي كتير، ولكن إمكانياته مختلفة، والفرق ما بينه وما بين غيره واضح.
وده اللي خلانا نواجه العديد من الصعوبات أثناء أعمال الإنشاءات والتركيب في المشروع، ولكن بفضل الجهود المشتركة بين الموظفين المصريين والصينيين انتهت جميع أعمال تركيب معدات CUC، وكمان انتهت أعمال مد خطوط الأسلاك والمواسير. أكيد كلنا مستنيين اليوم اللي هتكون فيه المعدات جاهزة ونشهد كلنا مع بعض لحظة تشغيلها. تابعوا معانا سلسلة فيديوهات أعرف CBD عشان تتعرفوا على آخر تطورات الأعمال في المشروع، وعشان تعرفوا على أكثر أماكن تميزا وأحدث تقنيات البناء المستخدمة داخل المشروع. وبكده تنتهي حلقتنا النهاردة، استنونا في الحلقات اللي جاية.